إلى حماية وتأمين الحسابات والحواسيب من القرصنة والاختراق التي قد لا ينتبه إليها الكثيرون خلال الإبحار في شبكة الإنترنت. ورقة في الموضوع مع جميلة موفق. قد يتعرض أي جهاز للقرصنة لأنه مع تطور برامج أجهزة الإعلام الآلي يطور القراصنة أساليبهم وحيلهم في اختراق أي جدار مهما كانت صلابته. 3G كاين دوكا في الجزائر ديسپونيبل، راهم يقولوا على 4G او نيفو تيليفوني، سما يكون كاين ان بوتونسيال دو مناس في الجزائر. ميم لي هاكر يعني يطوروا ويلقاو دي ميثود جدد باش ياكيو الناس، بصح كاين دوتر اشخاص اخرين، سما دي ديفلوبور تاع لي زونتي فيروس، هما ثاني كيتبعوا لي هاكر هذوما اون طون ريال، يعني يكون كاين تنافس. مستعملو الانترنت مستخدمو الADSL او مفتاح الجيل الثالث يجهلون ان هناك اطرافا متخفية متصلة بحساباتهم في المواقع الاجتماعية تتبع خطواتهم لتسلبهم رقمهم السري وخصوصياتهم، صورهم، رسائلهم وكذا كتاباتهم في اياد غير آمنة. الان عندنا بعض الحلول سواء للهواتف المحمولة، سواء لأجهزة التابلت اللوحات، سواء لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو لأجهزة الكمبيوتر الثابتة. عندنا بعض الحلول اللي تبدأ من المعالج من الميكرو بروسيسور وتمر للطبقات العليا من جملة هالبرمجيات باش نحاولوا نقلوا لأكبر يعني درجة ممكن المخاطر اللي تحول حول لا سيكوريتي دي زوتيليزاتور. اختراق حساب خاص عبر الانترنت يعتبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، فالحذر والحيطة مفروضان تفاديا لأي حراج.